الفن جزء لا يتجزأ من الهوية والثقافة، وحرصا على ذلك أنشأ معالي وزير الثقافة جمعية سعودية للفنون جسفت للتشكيلية. اليوم راح نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، أرحب بضيفتي في الاستديو بالدكتورة هناء الشبيلي مدير إدارة التخطيط بالجمعية السعودية للفنون التشكيلية جسفت، وأرحب بك يا سمر الحريص فنانة تشكيلية سعودية، وأكيد أرحب بنواف الدبل، حياكم الله نورتونا اليوم. أهلا وسهلا. في البداية خلينا نتكلم معك دكتورة هنا عن تجربتك مع الرسم الكلاسيكي. الرسم الجرافيكي الرقمي. اولا حياكم الله، مساء الفن ومساء الجمال ومساء اللحظات الجميله يسعد مساكي. اللحظات السعيده. انا بالنسبه للفن عندي ينقسم قسمين، اللي هو الفن الجرافيكي كلاسيكي والفن الجرافيكي الرقمي. تمام. طبعا هي مسيره طويله ورحله يعني مو قصيره، اعتبر من الفنانات الجيل الثالث. مسيرتي تقريبا فوق 30 سنة. فوق 30 سنة؟ فوق 30 لأني بادية من أول ثانوي لله الحمد. ما شاء الله. بعد دراسة الماجستير والدكتوراه توجهت إلى الفن الرقمي ك يعني فن متميز. سمر، يعني انت كمان من احدى الفنانات التشكيليات اللي تفتخر فيها دكتوره هناء برضو، اكيد نبغى نتكلم معك عن حبك لهذا النوع من انواع الفنون وبداياتك فيه، ولكن في البدايه خليني اسالك الان كامراه سعوديه الان الحمد لله في عهد تمكين المراه السعوديه، كيف شفتي او اين ترين مستقبل الفنانين التشكيليين بعد كثير من القرارات اللي اختلفت خاصه انك سيده؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر. القرارات غيرت تغييرات كبيرة، يعني الحمد لله الفن التشكيلي أخذ مجرى فوق اللي كنا نتصوره. الفن التشكيلي عليه الأنظار من زمان، بس الآن تركزت الأنظار، فلو لاحظنا أنه الفن التشكيلي صار الحين في كل مناسبة، صح، عنصر أساسي في كل احتفال، في كل ممكن حتى في الأشياء اللي ما لها علاقة بالفن إلا تلاقين فيه زاوية بسيطة فيها لمسات الفنان، فهذا شيء جدا عظيم، شيء يحمسنا أنه عن جد نشتغل على أنفسنا لأنه قدامنا مستقبل مرة حلو. صحيح، أتفق معك يا سمر. يعني أذكر أنه في أغلب الفعاليات اللي صرنا نحضرها مؤخرا إلا ما تكون في فعالية مصاحبة ركن للفنانين أو للفن التشكيلي باختلاف ما شاء الله تفرعات وفئاته. خليني أرجع لك نواف، يعني اسم الله الحين بنشوف انه في حراك ثقافي فني كبير، وصار عندكم منافسين ما شاء الله زي سمر وكثير من الزميلات في نفس المجال ونفس الرسم التشكيلي وهذه الاشياء، لكن يعني لو ابغى اتكلم معك شخصيا، ايش الشغلات اللي انت تحب تملها او ايش انواع الرسم اللي تحس انه هي الاقرب لقلبك؟ والله انا امارس تقريبا جميع اساليب الفنون التشكيليه بشكل عام، لكن في الفترة الحالية ممكن المدرسة الواقعية التأثيرية هي اللي مركز عليها أكثر. ليش؟ يعني أديني أسباب عشان نعرف يعني أسرار هذه، يعني الفن التشكيلي لما تقول في مدارس مختلفة تحب أنك ترسم بس يكون في حاجة معينة أنت تملها أكثر، إيش السر؟ المدرسة الواقعية التأثيرية اللي هي كونها البداية الحقيقية للفنون الحديثة آنذاك وإلى الآن يعني. عن طريقها يقدر الفنان يتحرر بشكل أكبر في إنجاز لوحته وعمله من خلال أساليب متنوعة، يعني من خلال ضربات الفرشة أو التشبع اللوني، وعن طريق إبراز درجات الظل والنور بشكل أقوى. يعني في المدرسة الكلاسيكية تحصل يضع لون درجات الظل يضع لون داكن على طول، اما في المدرسه الواقعيه التاثيريه لا، يدرج الظل والنور بدرجات يعني خليه واقعي اكثر. يا سلام، جميل. يعني انا لو ارجع لك دكتوره هناء، بحكم انه انت تكلمتي عن الفن الرقمي، انت كمان دراسه الدكتوراه كانت في تخصصتي يعني في الفن الرقمي، وكانت عنوان الرساله بناء استراتيجيه للتصميم الجرافيكي الرقمي في ضوء الاتجاهات الفكريه المعاصره. دراستي كانت دراسه البحث الدكتوراه كانت من الصعوبه لاني انا لم اجد مراجع،
يعني لقيتي مراجع في هذا؟ لا مراجع أجنبية ولا عربية ولا فرنسية ولا يابانية. لماذا؟ لأن جميع الدراسات تبحث عن الفن الرقمي، أهميته، أنواع أغراضه، فنانينه. لكن أنا تناولت اللي هو استراتيجية الفنان أثناء ما يرسم، والفرق بينه وبين الفنان الكلاسيكي اللي هو التقليد اللي يرسم استراتيجية الفنان نفسه وليس استراتيجية الفن الفنان هذا. نفسه نعم. يعني اللي هو نسميه عملية التصميم، يعني ما قبل التصميم، أثناء التصميم، بعد التصميم ماذا يحدث. هذه الاستراتيجية درستها بالتفصيل وكانت عبارة عن استبانة ميدانية، لأن ما في مراجع. دخلت على النت ودخلت على مكاتب التصميم واللي يسمون التصميم والإعلانات، بحيث أن الجميع جاوب، إلى أن توصلت إلى الاستراتيجية الصحيحة وفق دراسة ميدانية واقعية. يعني أنت تعتبر كمان دراستك الأولى تعتبر يعني الأولى مراجع، مرجع تعتبر مرجع. جميل. وصلتني هذه الدراسة إلى أن أطلع المعايير، أستخرج المعايير لتقييم المنتج الرقمي. المنتج الرقمي يعني أشكال وألوان، اللي هو فيها رسم رقمي، فيها إعلانات، أغلفة كتب متنوعة. أي منتج أنا أقدر الآن أحكمه وفق معايير، وهذا اللي خلاني أو جعلني الحين محكمة رقمية دولية ومحلية. ولله الحمد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني فعلا أنا كثير فخورة بوجود يعني زيك يا دكتورة هناء تكوني موجودة معانا. واكثر ما حبيت بصراحه في دكتوره هناء انها كانت بتحتفي بالفنانين اللي موجود معنا، وقلت هذول عيالي واكثر، والود ودي اني اجيبهم كلهم معي، ودي بالاكثر ما شاء الله. يعني طبعا ما نستغنى، واكيد طبعا نتشرف بكل المشاركين وكل اللي عندهم مواهب ومهتمين حتى بيطوروا من نفسهم اكثر واكثر. سمر، لو اعطيتك سؤال حر قلت لك يعني هذا السؤال حطي الصيغه اللي تبغيها وتكلمي فيها عن نفسك، ايش ممكن تسالي نفسك وايش تجاوبي؟ إذا بتكلم عن نفسي، الفن التشكيلي عبارة عن هواية بدأت معي منذ الصغر وكملتها بدراسة الجامعية. الحمد لله تهيأت لي ظروف أني أصل فيها لمستوى كويس. بس إذا حاب أقدم شكر فبقدم شكر جزيل للجمعية السعودية للفنون التشكيلية بقيادة الدكتورة منال الرويشد والدكتورة هنا الشبلي، دعمونا وقفوا معنا وساعدونا. يعني جد يعني شكر جزيل حتى ما يوفي حقهم. وفي كثير برضو من عمالقة الفن ساعدوا، فتحوا ملتقيات مثل الفنان الكبير العميد سعد العبيد، فتحنا ملتقى الفن التشكيلي، استفدنا من خبرات الكبار اللي سبقونا، سهلوا علينا المشوار. يعني الصعوبات اللي واجهتهم سهلوها علينا. أنا أذكر كان العام الماضي في مهرجان الخيول العربية الأصيلة في الشرقية كانت الأستاذة منال الرواشد كانت موجودة هناك، وفعليا يعني هي رئيسة الجمعية ما شاء الله وتحت إشرافها ما شاء الله بحكمتها. كان رائع، كان إحنا حاطين خطة بمن إحنا مديرة التخطيط، إحنا واضعين خطة يعني استراتيجية غير الأولى. يعني ما قصروا الرواد الأولين اللي مسكوا الجمعية، إحنا تقريبا هذه 14 سنة لها ما شاء الله جمعية هي مستقلة ماديا وإداريا وغير ربحية، لها 15 فرع. هذا اللي أنا شفته كمان، هي لها 15 فرع في المملكة ما شاء الله. يعني والدكتورة منال هي رئيسة مجلس الإدارة، وتحتها هذا كله تديره ما شاء الله، وأنا مديرة التخطيط بحيث أن نمسك الإدارة الاستراتيجية. تحولنا هذه السنة يعني السنوات الأخيرة إلى أن نتناول جانب آخر، كيف نصل إلى الجهات الأخرى أو نقول الفئات الأخرى في المجتمع. دائما الجمعية وفنانينا في دائرة واحدة، لكن الآن لا، تغيرت الخطة، نبي نصل إلى الجميع، بحيث أن وضعنا برامج اللي هو نقول تجمع أو يقول ذات العلاقة مع مثلا الشعر، الأدب، الموسيقى، الإعلام. وضعنا برامج وعديناها وأقمناها، كانت برامج جميلة اللي هو نسميها ردم الهوة أو تقليص الفجوة بين بين جميع الفئات. جميل. وهذا مو يعني كان يعني ناجح جدا. يمكن دكتورة هناء أجمل شيء من جد مع اللي قاعد يحدث الآن من جد في المملكة العربية السعودية الدعم، لأنه في كثير أشخاص يمكن زي ما ذكرت سمر كانت تواجههم صعوبات وسهلوها على غيرهم كمان من الفنانين أو في كل المجالات، سواء كان فن أو إعلام أو وما إلى ذلك. لكن لو تكلمت عن نواف ما شاء الله، يعني هذا الجمال اللي يحيط بنا من شغلك ما شاء الله تبارك الله. أنا أبغاك تكلمني عن دعم دكتورة هناء لك كفنان تشكيلي، وأيضا عن بعض اللوحات تحكينا عنها. والله طبعا أحب أني أقدم وأوجه الشكر للدكتورة هناء والدكتورة منال والجمعية السعودية للفنون التشكيلية جسد بشكل عام. أنا ما ودي أذكر أسماء وخلي أسماء
كل الفرق وكل الطاقم يعني من كبيرهم الى صغيرهم كلنا يعني مكملين لبعض. رائع. فيعني ما قصروا وقائمين على معارض يعني بشتى انواع الفنون مثل ما قالت الدكتوره هنا في الشعر وفي الادب وفي الفنون حتى تمت مشاركتك انت شخصيا في معارض تشكيليه كفنان تشكيلي. تمت مشاركتك انت في معارض كفنان تشكيلي. انت شاركت برسوماتك ولوحاتك. شاركت معارض كثيره تحت اداره الجمعيه السعوديه جسفت. ما شاء الله. معارض عده. طيب واللوح؟ واللوحات اللي تشوفونها هذه مثل ما قلت لكم لوحه واقعيه تاثيريه. كانفس وطبعا انا استخدم الالوان الزيتيه وفي الغالب رسم حر يعني احب اني ابدا بطريقه حره ما احب اتقيد بشيء مثل ما قلت مدرسه الواقعيه التاثيريه الفنان يتحرر بشكل اكبر. يعني انت بس تمسك الفرشه يا نواف وكمان سمر يمكن توافقني الراي وبس فجاه تلاقي نفسك رسمت هذه اللوحه إيه مش انه انت لا انا ناوي اسوي هذا الشيء ويطلع معك، اوقات ممكن يطلع معك شيء ثاني. اي اوقات تطلع معي اعمال انا مخطط لها من قبل، اوقات لا. يعني لما اجلس واقابل اللوحه والستاند ابدا اخذ الفرشه والالوان يطلع معي لوحه فنيه. جميل. اي شيء يطلع معي. رائع. انا بس برجع لك دكتوره هناء، كنت بتكلمي على الدكتوراه وتخصصك تحديدا. ذكرتي فيها تقييم الرسمات الرقمية. نعم. إيش هي المعايير اللي بناء عليها ممكن تقيم الرسمات دكتورة؟ أنا مثل ما ذكرت إن أنا عملت مقارنة بين الفنان الجرافيكي الكلاسيكي والرقمي. طيب. الاستراتيجية العامة مثل بعض، لكن لما ندخل الاستراتيجية الخاصة للفنان الرقمي اللي هو استخدامه للأدوات والبرامج وكيف إنه يعمل أعمال مثلا عمل رقمي زي اللي احنا بنشوفها دحين دكتوره هناء على الهواء. هذه واحده من اللوحة. هذه واحده من لوحاتك الرقميه صحيح. انا لوحه رقميه 2009 من عمل دكتوره هناء تقليديه وارسم بالزيت والكريليك من زمان ما شاء الله من 30 سنه، لكن قبل 10 سنوات انا دخلت بهالمجال. اتاح لي الفن الرقمي ادوات مختلفه، مثلا اذا انا عندي لوحه ابغى ادخل فيها تراكب وشفافيه. أي. عندي فكر معين ابغى لو كانت موجوده هنا بس اللوحه لو تعيدها في نفس اللوحه المجال الشفافيه والتراكب. أي. هذه البرامج تتيح. أي. لي حلول اخرى. ايوه بس نعرض راح اقول لك عليها يا دكتوره. أي. بس يعرضوها راح اقول لك عليها حلول اخرى ابتكاريه وتعطيني حلول لا نهائيه بصراحه. هذا يعني الفن الرقمي مثل يقولوا ان مثلا انه هو مجرد قص ولصق، لا الفنان مبدع في كل حالاته. صحيح. النحات مبدع باي منتج هو مبدع. صحيح. لا الاختلاف بالاداه. انا هنا ابدع، هنا قضيه عندي قضيه فنيه قضيه جماليه قضيه اجتماعيه انا بترجمها او بعبر عنها باحساسي ومشاعري باي اداه باللون او بالفرشات الالكترونيه او بالكلم بما انه كمان الناس تحب الشعر او بالكلمه كمان. صحيح. طيب انت يا سمر كلميني على نفسيه الفنان بشكل عام لما يجي يرسم، يعني دحين نواف كمان قال في اشياء بتطلع معاه هو كان مخطط لها من قبل وفي حاجات بتطلع فجاه لوحه فنيه جميله. انت كمان كلميني اكثر عن هذا النوع، يعني احساس الفنان لما يكون ماسك الفرشه. انا احسه بصراحه زي عزف نوع من انواع الموسيقى. بالضبط. كيفني وانا وصلت يعني مشاعرك. وصلتي تاثير. بالضبط مثل ما قال الاستاذ نواف. صحيح انه في بعض الاوقات اكون مخططه اصلا انا ايش ابغى بالضبط. في بعض الأوقات أكون راسمة تصميم معين أبدأ بأوله بعدين فجأة تطلع لي فكرة ثانية ألقاني لا إرادي كذا مغيرة. أحيانا يعني أنا برضو من عشاق الفن الواقعي. مثل ما تشوفين عندك اللوحة، هذه لوحة الملك سلمان مع الصقر، حاولت أدخل الواقعية فيها في جلسة الملك في العلم في التكوين بصفة عامة. جميل. تلاقيني برضو في بعض الأوقات يكون نفسيتي نوعا ما ماني مهيئة أني أشتغل على التفاصيل أو أشياء واقعية بزيادة، تلقاني خلاص أبدأ أطلق العنان للفرشة والألوان أبدأ أشتغل شيء تجريدي أو شيء. فسبحان الله يعني يمكن 70% تتحكم فيها نفسية الشخص. نفسي. يعبر فيها عن مشاعره. أوقات يكون رايق يشتغل في تفاصيل دقيقة أو أوقات يكون لا تلقيني أغير ميول. فهي وسيلة جدا رائعة للتعبير. هل هو نوع من أنواع الخروج من حالة نفسية معينة لما تدخل وترسم أو مثلا
يعني مش مثلا خروج من حاله نفسيه معينه، اوقات مثلا احنا انا ما برسم، لما اطفش مثلا هوايتي احب اتفرج على افلام فاروح السينما، لكن بالنسبه لك انت كفنان تشكيلي اذا مثلا طفشانه ممكن مثلا ترسمي؟ يكون لك خلق؟ ايه يكون لي خلق، لانه اصلا هو كانه متنفس. احيانا لما انشغالات البيت، مسؤوليات الاسره، مسؤوليات عمل، الضغوطات هذه، اول ما ابدا القى وقت فاضي تروقي على طول اروق، يعني لا ارادي اصلا اروح حتى وانا مجهده من العمل. هذا بالنسبه لي تخفيف جهدي، يعني تنفيس يعتبر. جميل جدا. تعرف ايش الحلو يا عبير؟ انه خلال السنوات الماضيه كان دائما لما يعملوا معارض تكون على استحياء وعدد الحضور جدا قليل، الناس ما تفهم ايش هو الفن، ايش هو الرسم. حاليا بنشوف اسم الله، يعني الناس تدور وين المعارض، وين ممكن تكون في مثلا معارض عالميه او حتى خليجيه، محل ما تروحي بالضبط الناس بيسافروا لها وبيحضروها. فيعني ما اعرف، انا كثير مستمتعة انه ما صار الموضوع بصير على خجل، صح؟ لا، صار الواحد بيقول انا فنان تشكيلي وبيشارك بكل ثقة في رسماته برسماته. صحيح، معك حق. وكمان اللي احلى من كذا انه ممكن يكون فنان تشكيلي كهواية ولكن ممكن متخصص في شيء او مجال اخر، او مثلا زوجة وام يعني وربة منزل. هذا كل الـ يعني ايش من كان المجال او التخصص اللي احنا فيه ما يخلينا عفوا ما نمارس هوياتنا او الهوية اللي احنا حابين نسويها. نواف، حاب تقول شيء أخير قبل أن نختم؟ والله أنا حاب أشكركم على الاستضافة، وحاب أشكر الأستاذة والدكتورة منال والجمعية على دعوتهم لي هنا، وبرفقة الأستاذة سمر حريص، وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله. كل التوفيق. كل التوفيق لك نواف وسمر والدكتورة هنا. أنا أشكر تواجدك معنا ويعطيكم ألف عافية، وألف شكر كمان على الدعم اللي أنتم قاعدين تدعموا فيه الشباب والشابات. الحمد لله، هذا دورنا. بالعكس، إحنا أخذنا الحمد لله فرصتنا، وهذا دورنا الآن أننا نقدم هذه الفرص في وقت إحنا ما لقيناها كاملة. لكن في هذا الزمن، زمن المعرفة، أتمنى من كل شاب وشابة أنهم يستثمرون الوقت، لأنهم مقبلين على زمن يعني سريع ومتسارع، واحنا مقبلين على رؤية يعني نحاول نحققها، لان احنا مقبلين على ان نستقبل 100 مليون سائح تقريبا. حنوصل 6 مليون 6، وهذا باقي الحين 100. احنا نبي، فهم لازم الفن والثقافة مرتبطة طبعا، وهذه من اهداف الرؤية، بناء المواطن وثقافته ووعيه، وهذا ما نادى فيه ولي العهد سمو الامير محمد بن سلمان. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم، مساءكم جميل. اهلا وسهلا. مشاهدينا، اكيد الفن جزء لا يتجدد من الثقافه والهويه. نطلع فاصل واكيد مكملين معاكم باقي حلقتنا.